السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. عندي 45 سنة. مرحبا. وكان اخويا كان عندي واحد الكيس في الكبدة. الله يحفظك. وحي اخويا في 99. مبروك الحمد لله على السلامات. وعاود رجع ليا. انت واتي هو كيرجع وي. وعاود حيته ثاني في 2004. اياه. وعاود رجع ليا. ولكن دابا الوزن ديالي كان ما كيفوتش 72 94، دابا لمده واحد العام زدت فيه 6 كيلو ولات عليه 80. نعم. هذا هو المشكل. هو ديما صاحبي المعطي ديما خذ لك عصير البصله 30 غرام مع الماء مغلي والعسل، عسل الزكوم مثلا او السدره. سبعة المرات هذا ما تيخليش الكيس يرجع. بنيتها 7 سنين كان عندها كيس في الدماغ ماشي في الكبد. وتبارك الله ودارت العمليه ورجع لها من بعد عام. وتبارك الله تبعت معنا عصير البصل والعسل بهذه الطريقه، هي خذت لها ساعات النحل اقل من 6 شهور مشى الكيس، هذه 3 سنين دازت ما بقاش رجع الكيس للدماغ. بمعنى انه العمليه ديال الطبيعي تتكون نتيجه قويه جدا، فخصنا نستعملوا هذه الطريقه البسيطه. احنا ممكن نعطيك الفجل تعطي نتائج على الكبد، نعطيك الخرشوف، نعطيك التفاح، الرمان، العنب، هذا الفتره ديال الرمان ودت لها هما داخلين، كذلك نعطيك المعدنوس، البرو، الكرفس، هذو كلهم عصائر مهمين. فاما انت تاخذ نباتي 100% وتاخذ لي هذه العصائر اللي عطيتك، والا تضيف لهم كذلك عصير البصل 30 غرام، كاس كبير الماء مغلي، وعسل 200 غرام، وعصير ديال السدره او الزكوم او الدغموس لمده 3 اشهر، ان شاء الله ما تيبقاش لو كيست. والغريب في الامر حتى ذاك العمليات انه غادي نتفاداو كثير من الاخطاء اللي ممكن توقع، ونحاولوا نتفاداو المشاكل. لذا انا تنصحك بهذا الاسلوب، اعطيني 7 الاسابيع وعاود اعطيني خبر ديالك. لما تتكلم ايضا على الزياده في الوزن، كان عنده 74 او 72 كيلو وقال لك دابا ولات عنده 80 كيلو. ضمنيا هذا الاسلوب اللي عطيته غادي نقصته في الوزن. وكان بغيت نزيدو في الوزن نزيدو حبوب اللقاح. حبوب اللقاح ستابيليز لو بوا بخصوص الناس اللي عندهم مشاكل في الوزن، وكذا او اما عندهم اما تكون نقصان بشكل قوي. نعم. او طلع بشكل فجائي، فاحنا تنحاولوا نستعملوا لو بوا. الفتحه ما نستعملش لو بوا باش الوزن ديالي يبقى مزيان مستقر، ممكن كاع ينقص شي شويه باش نقدروا نحصلوا على المشكل بشكل جميل. واضح. حارق البول بحاد وقديم حسن معكم محسن مستمعين ان شاء الله. شحال هو عندك؟ شحال المده الزمنيه؟ 20 سنه. ولكن الطبيب اش يقول لك الطبيب متى دير الفحوص؟ درت تحليله ديال البروستات لقيت 6.99. طالعه شويه، طالعه ب 50%. والتريبي سيريل. هذا الشيء اللي درت. شنو التريبيساغيد؟ هو محني. هو لا ما هو احسن دواء في هذه الحاله هذه وعطى نتيجه واعر بزاف. هادو العسل ديالهم راقي جدا، وغادير معقه كبيره ديال العسل مع كاس كبير ديال الماء مغلي 200 غرام و30 غرام تاع عصير البصله. تاخذ الكاس الاول مع 6 الصباح وكل ساعتين تاخذهم تقريبا 9 مرات في النهار. ركز ما تاكل الا العسل البصل هذا، وخذ العصائر الفجل، خزو، معدنوس، الخضر الخضراء والفواكه 3 ايام، ما كاينش حاجه طيبه، ما كاينش الخبز. اعطيني 3 اسابيع. نعم. متفقين؟ قد تدير لها ساعات النحل تحت السره جهه العانه مزيان، واحد 3 القدام و3 اللور. عطيها لي 3 اسابيع غتحس بواحد 60% ديال المشكل غيبدا ينقص. ولكن انا ما تنطيقش، علاش؟ خصنا لابد فحوص. نعم. طبيب تثق فيه، يوغولوج، اللي غتمشي عنده يدير لك فحوص كل 3 اسابيع، ممكن كل 5 اسابيع، وغادي تشوف على انه المشكل تينقص. وممكن كاين شي ناس اللي عندهم بروستات ملتهبه ومتعفنه تبدا تيلوح طريفه ديال الدم، هادشي ماشي مشكل، فقط غير تكون مقابله طبيه في المستوى. عطينا خبر. نقولكم عطيني سؤال خارج الموضوع. فايت لي سولت الدكتور هادي اسبوعين تقريبا على ولد خالتي عنده الحصه في الكيلي وقال لي الوصفه، وبغيت نسولو واحد السؤال عاوتاني. اللي هو دابا هو مسكين عنده رجليه كيتنملو ودوز ليهم وداك الشيء، ودار واحد الفحوصات وقال له عندك الديسك. اها. عنده مشكل في العمود الفقري. مشى واحد نص ساعة ولا قل خصو يرتاح، ما كيقدرش يتمشى بزاف. نعم. هو تبع الوصفة اللي عطينا بعدا ولا مازال؟
دابا غير تبع، قال لي غير تبع، شتو قال لي الله يعطيك العقل. هو كان تبع الوصفه بالنسبه للكلاوي غادي تنفعوا لظهرو. لقينا راسنا على انه البصله والعسل اللي عطيناه اونتي انفلاماتوار ضد الالتهابات، والغريب في الامر تتقوي القنوات الدمويه وتولي التدفق ديال الدم على الفقرات اللي فيهم مشكل، اللي تكلمتي على انه الديسك ما الديسك، لقينا راسنا على ان ستان اونتي انفلاماتوار وغادي يخفف عليه ظهره. اذا ما تبقاوش تعطلوا بالوصفات بالخصوص طبيعيه ومالوفه. نعم. اذا الله يرضي عليك بدا، ومن يبدا غادي نعاودوا نهضروا بعد 3 سمان ان شاء الله. يعني من المشكل ديال النحافه. نعم، انت اليوم العكس يعني ديالنا يعني. العكس ديال الموضوع ديالنا. العكس ديال الموضوع. تفضلي ساره، مرحبا. انا اللي خطيك، انا ديما يعني كناكل عادي وما عرفتش شنو المشكل اللي عندي، بس نسول الدكتور يعني واش بون زوي ممكن يدير لي زعما هذا المشكل ولا فقط في الدم، حيت خرجوا لي التحاليل. ولكن بغينا نعرف شحال الوزن ديالك. غير يكون ما عندهاش نحافه ولا كيصغر راسها نحافه. شحال في الوزن ديالك ساره والطول؟ انا ما عمرني بصراحه ما عمرني ما وزنت يعني. شكون اللي قال لك نحافه يعني؟ واش الطبيب قال لك اللي انك دخلتي في النحافه ولا غير بزاف يعني؟ ملي كنمشي لا ملي كنمشي لا فارماسي كنسول تيقولوا لي راكي ضعيفه يعني، اي واحد شافني بالراس يقول لي راكي نقصتي ديما كتنقصي ديما ضعيفه. كنلقى راسي ديما في الفلوكه ما عمرني ما زاليت. ولا كولوباتي تدير هذه المشاكل جينيرالمون لا كولوباتي، لا كولوباتي هو ذاك العصب اللي تيكون في الامعاء وتبدا تيدير مشاكل لا في الاكتئاب، بنادم ما تيبقاش مرتاح مع صحته، والا تيسبب له نحافه كبيره. ففي هذه الحاله اول شيء تنصحك به هو غادي دير النحيلات حول لو كوردون امبيليكال، حول السره، ثلاثه النحلات حتى لخمسه حتى لسبعه في النهار، تبدا بثلاثه نهاريا نهار لا، وغتمشي حتى لسبعه النحلات. هنا لا كولوباتي كلهم تبكلا لا داخل المغرب لا خارج المغرب، في اوروبا مثلا ملي تبعوا معنا النحيلات على لا كولوباتي موان دو 3 موا مشات لا كولوباتي. ما معنى لا كولوباتي مع الاسف هي كرونيك بالنسبه للطب الكيماوي، ولقينا راسنا على انه الناس مساكن تيدخلوا في الاكتئاب وتيدخلوا في التداوي داك لي نوغوليبتيك وكذا لي زونتي ديبريسور مع الاسف، مع الاسف تيتعقد الامر. وحنا حتى ملي تنستعملوا هذا الاسلوب ديال النحل من جهه عطى نتيجه مهمه بزاف. وبالنسبه للاخت باش تزيد في السمنه عطيها خمسه النصائح. النصيحه الاولى هو تاخذ لك كاس كبير ديال الماء مغلي في عصير فيه عسل معلقه كبيره ديال الزكوم مثلا او السدره، وتاخذ معاه حبوب اللقاح معلقه كبيره، تاخذ هذا الكاس مع مثلا 5 الصباح ومع 9 الصباح ومع 12، والعشيه كذلك مع 4 6 8 10، بالعكس تاخذ العشاء ديالها تاخذ الفطور ديالها وتاخذ الغداء ديالها مزيان، وتحاول انها تستعمل اسلوب النحل بدايه، هو الذي يعطيها الفرصه باش ان جسمها يستفد ويبني ويحاول يتقوت مزيان ويستفد مزيان. عطينا هذا الاسلوب هذا 3 شهور وعطينا خبر. نعم، اجي نعاودوا الا سمحتي الاستاذ كريم بالنسبه شنو تاخذ ساره بالنسبه للسؤال كيمشي على كل المستمعات اللي ربما كيعانيوا من النحافه. كناخذوا كاس ديال الماء، كاس كبير ديال الماء مغلي تنديروا فيه معلقه كبيره ديال حبوب اللقاح، معلقه كبيره ديال العسل، تناخذو 7 المرات في النهار مع 6 الصباح قبل الفطور بواحد الساعة، تناخذو مع 10 النهار ومع 12، والعشية تناخذو مع 4 6 8 10. فوالا طاجين الحوت ديالها مزيان، البيض تيعاون على السمنة، تقدر تاخذو مع الفطور بيضة حتى جوج مسلوقين، زراعة كتان جنجلة النافع تكرملوهم حبوب طحنوهم ديرو مع زيت الزيتون عسل وتاخذهم زراعة كتان نافع وجنجلان، هادو كنجمعوهم كاملين اولا كناخذو غير كنقرملوهم بالثلاثه تنطحنوهم تندير لهم زيت الزيتون والعسل، اما نعمروهم بالتمر. نعم، واما ناخذوهم مع الانكاليت نديرهم. نعم. طريفات مزيونين ناخذو مع الفطور مع العصائر وفي لي كوتي، وكان ديو معنا واحد شويه في العمل او الدراسه ناكلوا منهم ونستافدوا منهم. نعم. هادو عطاو نتيجه مهمه. هادو كلهم اساليب خفيفه وتزيد حتى في التركيز والذكاء بخصوص الناس الطلبه والناس اللي تيكونوا في الاجتهاد والعمل، فعطاو نتائج مهمه. اكيد هو كاين اساليب ما بغيتش ندخل فيها، هو كاين اساليب وانسان ملي تيتغدى تيضيف ماكله اخرى بحال العسل مع حبوب اللقاح، هذه كل اساليب انا ضدها، انا تنفضل نمشي مع الاساليب اللي نستافدوا بلا ما نكرهوا الجسم في اساليب ديال التقويه بالزز. اكيد بالعكس الجسم خصو يستافد بطريقه طبيعيه ميسره.